بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما باق عمرنا فرجه الله على صحبه والاله ثم رسول الظلال ونحبهم تحشرهم الى يوم المآل. كنا بصدد التنبيه على ما لهذه الاسماء الجلس في اصل اشتقاقها مادتها وكيف صارت نجمين قبل أن تعل كيف كانت وكيف صارت، خصوصا اسم الجلالة أعظم إذا من يرى اشتقاق. وبما أن هذه الأسماء الثلاثة إن شاء الله سيكون لنا معها يعني لها عودة في جملة الفاتحة، في جملة الحمد، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فلن نشوف فيها مباحث متصلة بها إلى حينها مع جولة الحمج إن شاء الله. ونشير هنا إلى بعض ما يتعلق بها حتى لا نعيده هناك. منها أولا أن اسم الجلالة مختلف فيه، الله، بسم الله، الله. أولا لماذا رقق اللام لنقبله والكسر؟ والأصل فيه تفخيم. إذا ابتدأت به قلت الله أكبر. وتفخيمه خاص بلام الجلالة في الابتداء، الله، وفخمت في الله واللهم من بعد كسرة كذا وضمة. ووجه التفخيم هو أن يفرق تعظيم الاسم وتفريق الفرق بينه وبين اللات، عندما يقف على تأيا بالها وهو الكسائي من القراء السبعة، فرأيتم الله هكذا يقف، وخمسهما بالتاء ولا شمع مرضات مع ذات من ذات بهجتين ولا رضا كشائي هيهات هذه رفلة، كشائي يقف عليه بالها. فالفرق هذاك الترقيق واضح شيء. وايضا حجف في الرسم الفها للفرق، ايضا فخمت للفرق وحجف الفها للفرق باسم الفاعل من لهايله فهو لاهن، عرف اللاهي أي المتلهي بالشيء. احنا فرضا نقول الله بالتفخيم ونحيد هذاك اللفظ فتكون في الصورة، فلا تكون كتابته في الصورة مشابهة لله اسم فاعل من لاهي له شيء تحفظ إجاه اسم الجلالة. سبح اسم ربك هذا من تسبيح الاسم، تعلق التسبيح والتنزيه تم اللفظ أيضا تم الخط، والخط احد اللسانين، ما تهمنيش انا الكتابه تهمني اللفظ، نعم الكتابه خط احد اللسانين وحذفها في اللفظ لحنون قد تبطل الصلاه به ويأثم القارئ به، وهو ان يقرا اسم الجلاله هكذا على الحذف لان هذيك الالف ما تلحقوهاش. الله نكتبوا لامين الله ولا كنديروش واحد الحذف هنا ابدا تترسم في المصاحف، اذا ذاك الحذف يلحق ولكن يثبت الالف محذوفه فاش في الرسم لما اشرنا اليه من الفرق اراده الفرق. ولكن اذا قرات تقول الله اكبر فتثبت الالف لفظا، فلو قلت الله اكبر هذا لحن هذا. وتسميته وقد ذكر محمد بن مشتري الملقب بقطرب احد بأن لها وجوه في العربية لغية، هي لغة قليلة وضعيفة. حكاية كونها لغوية قال عظيم لغو من اللغو، قال لماذا من اللغو الذي لا ينقل، فحذفها في اللفظ لحن فانتبه، حذفها في اللفظ لحن. وهذا إذا شئتم كتابته حتى تنتبهوا إليها. وحذفت ألفه في الرسم لخفتين والفرق خذ لذ بالفهم، والفضه بالحذف لحن لا يرى، وقول بعضهم لغية افترى، هذا افتراء عن اللغة، وجاء بشاهد منحول لا أصل ولا يعرف قائله كذا كذا فشرده وليس كذا واثبته بعضهم فلا يقرأ به. حذفها في اللفظ لحن وحذفها في الخط أدب لأن فيها فرق، انتبه معي، لم أعرف من وجوه الحذف ووجوه اللفظ، تقرأ هنا وتحذفها هنا، كل شيء مختلف.
الله مشق وقيل مرتجل وهو أعرف المعرفة جل. إذا قلنا بأن هذا عالم موضوع للمعبود بحق جل جلاله، عالم على ذات واجب الوجود، المعبود بحق الوجود الذي هو مصدر لكل وجود، لكل جود، لفيض الجود ولكل موجود هو مصدره، هذا عالم عليه. كان قبل الإسلام معروف الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. إذن علتهم فين؟ في الإشراك به، لا في إنكاره. حتى الاسم كان معروف عندهم، حتى الرحمن كان معروف عندهم. فإنكارهم له ليس أنهم لا يعرفون اللفظ، ولكنه يجهلون المسمى. شيء. وإذا قيل اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ لو كان سؤالهم عن اللفظ قالوا من الرحمن؟ قالوا وما الرحمن؟ يعني لا أعرف أوصافه. فيقول هذا يعني استدل به بعضهم ممن قال إنه أعجمي كما يقول، ونقله عن ثعلب وغيره. ثم مادة اشتقاق اسم الجلالة، الله على القول بالاشتقاق. قلنا هذا عالم مرتجل بشداء وضع هكذا ولا يعرف له أصل، هذا قول بأنه عالم مرتجل. والقول بأنه مشتق وهو مذهب المعظم على الصحيح من العلمي أنه من ما أخذ من مادتين، مادة في الاشتقاق. هذه المادة مختلفة اختلافا واسعا، ولكن ضبط انتشاره أنه إما أن يكون كما سيجبنا إن شاء الله تطويل في بابه إن شاء الله، من مادة الأجوف لا هيلوه ولا هيليه، من احتجب وعلى فيكون من مادة الأجوف، ولا أصل للهمزة وليس للهمزة أصل في مادة الإله، ويكون من باب المهموز ألها أو ألها إله ألها 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 عبج وألها إليه سكن إليه، أو تكون مادة المثال ولها إذا ولع وتعلق، وولها إذا تحير. فالمواد مختلفة، أو من الأله يعني الاعتماد، ألها له ألها إذا اعتمد على الشيء واتكى عليه، ويكون إله فعال هكذا على هذا الوزن بعد الإعلال بمعنى مفعول، أي المألوه المعبود بحق، والمعتمد عليه والمحتجب لا يلوه، فهو إله معنى محتجب لا تدركه الأبصار، فيكون الله هذا المعنى الباطن، لا يلوه إذا علا فيكون إله بمعنى العالي الظاهر، وهو الظاهر في اسمه الظاهر الذي لا يخفى على أحد بكثرة أدلته، وباطن لا تحيط به المدركات الإدراكات، ولا يحاط به ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فيكون اسم الجلالة هذا واحد متحير فيه، لو قلت تحيرت في كماله وجلاله وجماله وفي حاطة بآياته فهو متحير، اسم الجلالة يدل على التحير أنه متحير فيه. فترجع المادة إلى هذه المواد المختلفة لتدل على عظيم اسم الجلالة. وهذا فيه إذا كنتم رجعتم للروض عندنا، ففي مراجع الروض لا أذكر البيت الذي عندنا في الروض من جزء الرجز، وخذ معاني الله عشرا بلا اشتباه، عشر معاني ترجع لاسم الله. إذن من لها احتجب، لا على واحتجب هي الأولى، وفيها معنى العلو الاحتجاب العبادة الحب التحير السكون الاعتماد، وفي كلها ملاحظتها وهي إذا تلاحظوا به الكمال يحفظ. لذا فالاسم العلم الله جل الأعظم، هو الاسم الأعظم والاسم الأجل واسم العالم لهذه المعاني، لأن الأسماء لا تكون أعظم هكذا بالتقليد ولا يقلد في باب الاعتقاد، وإنما هي أعظم حسب دلالاتها ومعانيها. فيقالوا الأسماء فيها عظيم وأعظم، وهذا التفاوت هذا لا يضير إن شاء الله، كما تكون فيها البلاغة والمراد بها
أمور سنذكرها إن شاء الله. اسم الجلالة أعظم اسماء، لأن الأسماء كلها ترجع إليه، كلها ترجع إليه، وهذه المراجع من المادة فقط. ولأن دلالة الأسماء ثلاثية، دلالة مطبقة ودلالة التضمن ودلالة الالتجاء، وكلها جارية في سائر الأسماء. فخذ مثلا في اسم الجلالة يدل بالمطابقة على ذات الله، ذات واجب الوجود، وعلى كونه مألوها، دلالة اشتقاق المادة، مألوها بأي معنى من المعاني التي ذكرنا، مألوها معبودة بحق، كيف صار هذا؟ والأصل فيه الإله، التعريف وكان المألوه بحق، الإله معبود بحق أو بباطل، عندما نرى أنها مطلقة. ثم لما أريد تخصيصه بمعبود بحق دخل هذا التعليل، فحذفت الهمزة بالنقل ثم التقى اللام باللام، الإله الإله الله، عندما قلماني لإدغام كبير فصارت الله، التفخيم الذي هو الاسم الجلالة الله، الله التفخيم المخصص به لتصير خاصة في الدلالة على هذا المفرد من جنس ما هو معبود بحق تصورا فهم الكل، فصارت الله بما صارت إليه من الإعلال دل على المعبود بحق دون غيره، وهو الفرد الموجود من هذا المفهوم الكلي المسمى المعبود بحق. وهي إذا تلاحظوا، يعني هذه المعاني إذا لاحظتها بها الكمال يحفظ، فهو الاسم الجامع له للكمالات كلها. إذا ذكرت الله ذكرت معه أسماءه كلها، إذا قلنا ولله الأسماء، الأسماء له، فاسم الجلالة يتضمنها يد مندرجة تحته، ذكرتها للتعريف أو لم تذكرها، اسم الجلالة كاف عنها ومغني، وإنما تذكر للفهم وترسيخ المعاني. لذا فالاسم العلم الله جل أعظم، ولهذه المعاني التي اندرجت كلها تحته. ثم نكمل هذه الجلسة بمحتين صغيرين لنرجع المباحث شوية دقيقة، ويبحث الاقتران، وهذا يحتاج منا إلى إحصاء. لو أحصينا مثلا مواطن اقتران الرحمن بالرحيم نجدها خمسة في القرآن الكريم، الرحمن الرحيم خمسة لا تزيد عليها، فهي بعدد اسم الرحمن، رحمن خمسة، وكرر الرحمن الرحيم ونقطة التكرار معلوم، هذا الاقتران. وسر الاقتران إن شاء الله نذكره، أولا موارد الاقتران، ثم وجه الاقتران، ثم وجه الاقتران هذين مع اسم الجلالة في جملة، وقد نبهنا إلى بعضها ولكن نزيدها توضيحا إن شاء الله. بحيث الاقتران تاع الخمسة إذا شئتم أن تحددوه الخمسة في صورها، واقترن الرحمن بالرحيم في خمسة لنكتة التتميم، في الحمز والسنام والنمل ورد، وفصلت وختم حصر الطرد، سورة الحمد وسورة السنام، سورة السنام هي البقرة، سنام القرآن كما صفها المصاص، سورة النمل وجدت وفصلت الرحمن الرحيم في صدرها، وختم الحصر هذا خمسة فيها اقتران اسم الرحمن بالرحيم. والنكتة هنا قلنا نكتة التتميم، هي فيها نكتة ثلاثة كما سيجون إن شاء الله. وقيل في وجه اقتران ورد تتميم أو بيان أو فرق بدا، هذه نكتة ثلاثة، ولكن اكتفي منها الآن بنكتة التتميم. شنو هي التتميم في الاقتران؟ هو أن الرحمن من بين ما قيل في تعريفه هو الذي يتفضل أو المحسن بجلائل النعم، جلائل النعم تدخل فيها نعم جليلة مشتركة، نعمة الخلق، نعمة الرزق، والإيجاد والإمجاد وما معه، شنشمال هذه أنواع الإحسان والجود والفضل الكبير، جلائل النعم تسمى بجلائل النعم الوجود، لم نكن ثم كنا، هذا اسمه الرحمن، هذا إحسان جليل وعظيم.
فيحتاج إلى تتميم حتى يشمل بقية النعم. هو الرحيم لخصوص رحمته، ففيها الرحمة الخاصة بالمؤمنين رؤوف الرحيم. رحيم حتى تتم معنى شمول إحسانه لجلائل النعم ودقائق النعم ولمتعلقها. الرحمن الدنيا والآخرة، ورحيم الآخرة على قول مجاهد رحمه الله. فهذه خاصة بمكانها، وهذه شاملة للزمانين أو للصوتين أو للحياتين. وقيل رحمن السماء ورحيم الأرض، اختلف من حيث المكان. هذه كلها أقوال للسلف نقلت، فيكون على هذا ذكر الرحيم مع الرحمن الاقتران، أو يكون نقطة التتميم ببيان أن الرحمن هو صاحب الوصف الموصوف بالرحمة الكبيرة المتسعة، والرحيم هو الذي يفيض هذه الرحمة باستمرار على من شاء من عباده. فيكون هذا دل على الاتساع، وهذا دل على الاستمرار والدوام، دل على القيام، قيام الوصف به، وهذا على دوامه منه استمرار. فيكون بالتكملة كأنها تتميم، وهذا تتميم في مقام التعريف، وإلا فنقول فيهما معا: الله موصوف بالرحمة ذاتا وصفة وفعالا، فهي صفة ذات وصفة فعل، فيوصف بها وتتلقى من يديه جل في علاه، تتلقى منه هذه الرحمة. إذن كان رحمن يرحم من استرحمه ومن لم يسترحمه، لأن هذا من خصائص جوده جل في علاه. والذي يعطي، قالوا المحسن بوصف الكمال، هو الذي يعطي بلا حصر وبلا عوض ولغير غرض، بل يعصي من يحب ومن لا يحب، بل لا يجد أحيانا الانصراف عنه إلا مزيدا من العطاء. هذا ليس لأحد إلا لله. هاش؟ ما استطاع شي واحد يتصف على الصفات. تلقى شي واحد إبليس قال الله أنظرني إلى يوم يبعث، قال سير مشي فإنك من المنظرين. أصيل هذا. وخ الشيطان الرجيم وهذا استمرار، ومعه شياطين الجن والإنس، مددهم منين؟ أرى مددهم منه. إذا كان مددهم من غيره فلي حق لهم أن يعبدوا الغير. كيف؟ ليس لأحد مدد من غيره. انتبه، عظمة الله. لذلك قالوا الرحمن هو الذي يرحم المؤمن والكافر، مطيع والعاصي. والرحيم يخص من رحماته هذا نوع من الفضل الخاص له، ذلك مشيئة الله تعالى. لا بد أن تعرفوا الله بكماله، ولا تقسوا على أنفسكم. كل شخص يكون بحالي أنا زوين أنت ولا بحال شي واحد عندك فيه من هو الكمال. الله جل جلاله. قلنا هذاك سر الاقتران. عندنا أيضا واحد نكتة صغيرة مكملة، وهي أن الرحمن ذكر في القرآن من غير اقتران بأزيادة من 50 مرة. هذا أيضا، هذا التكرار هذا من له أسرار ولافت، أن يتكرر اسم الرحمن في القرآن مع الاقتران 57، وبدون اقتران في مفرد 52. أما الرحيم فهو أكثر منه، زاد على 110 مرة. رحيم دل على صفة الفعل، استمرار الرحمة. حتى قال العلمي إنه يدل على الرحمة 100، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لله 100، فهو اسم الرحيم بها وما يقارب حوالي 100. دعوة تجد مشير إلى هذه العدة والقريبة. والرحيم إما أن يجيء متمما للرحمن، وإما أن يجيء مع أتره. انتبه هذه المهمة عندي أنا. مذكور الرحيم في الاقتران مثلا مع أتره، أو مع ما يجلي شيئا من جواره. وانتبهوا لإن شاء الله بها نختم. اقتران الرحيم في القرآن اقترن بالأثر أو ببعض الجوار المجلي، اقترن بالغفر رحيم، غفور رحيم، وبالتوبة تواب الرحيم، وبالرأفة رؤوف الرحيم، وبالود والحب
إن ربي رحيم ودود في سورة يوسف، وبالعزة 9 مرات غير في سورة الشعراء، العزيز الرحيم، وبالرب ربي الرحيم، تنزيل من رب الرحيم، قولا من رب رحيم، وتنزيل من سورة ياسين، أنه هو الرب الرحيم، بر الرحيم، وبالبر بالغفي والتوبة والرأفة وعزة الرب وبر. خذ وشد، شد على هذه، وقرن الرحيم قل بأثاره، وما به جلية لجوهره، الغفر والتوبة والرأفة ود، عزة رب بره عد وشد. قد دخلت جميعها في رحمته، وزينت حليتها بعزته. كلها آثار للرحيم، لأن التوبة تعتو على عبادي وقبولها هي من رحمته. البر إحسان، بر الرحيم من أثر الرحيم فقرن به، الغفر من أثر الرحيم، الرأفة من أثر الود والحب الإلهي من أثر الرحمة، حتى العزة حلية للغفر، لأن الذي يغفر الذي يرحم عن عزة هذا هو الملك، ماشي يرحم ويغفر عن ضعف. تقول يا سيدي سمحنا لك، نا ما كاين ما نديرو لك، ما قدرناش عليك. لا لا سيدي قادر عليه وكذا، قلت لي سير لي. ولذلك تقرات العزة مع الرحمة في سورة الشعراء، وهي هي طاسيميم لعلك باخع نفسك الا يكون مؤمنا، سورة جليلة. فالحمد لله عليه وكفى به عظيما ورحيما إذ عفا، وقرن الرحيم قل بأثره، وبه جلية لجهره، الغفر والتوبة والرأفة ود، عزة رب بره عد وشد. دخلت جملتها في رحمته، وزينت حليتها بعزته، فالحمد لله عليه، تتحمد الله على الله على كماله وغفره توبته ووده، وهذه المعاني الواردة منه فيض رحمة ود. الحمد لله عليه وكفى به عظيما ورحيما إذ عفا. ونخشم إن شاء الله بحاجة التعود، وحنا عائدون إليه للمقارنة، نخشمها بما يناسب المقام، حديثا عن نكات عن بعض اللطائف في التعود، لطائف التعود، لأن هذه مبحث قبل، لأن التعود تحصن وهو فيه معنى الاستعانة، والاستعانة تمكين، وهي من تمام فيها معنى الاستعاذة. هذه نكت الاستعاذة ومع نكت الاستعانة، هذا من باب واحد، قلنا استعين ويستعيذ، والرحمن المستعان والمستعاذ به، الرحمن. قال أهل العلم في الاستعادة عروج، عروج من الخلق إلى الحق، هو أمر متعين تربية، أعوذ متعود هو من خلق الله، ومستحضر لحاجته إلى أن يتحصن، ثم بعده ذكر الله أعوذ أنا بالله، فهو انتقال من الخلق وحاجتهم إلى الغني الحميد، ومسألة مشهدية ضرورية في الابتداء، لأن هناك من يعرف الخالق بخلقه تدرجا، وهذه مسألة ضرورية. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض، بالفعل على الفاعل وبالفاعل على الفعل، وكفى بالله شهيدا. هناك من يستدل بالخالق على الخلق، وهذا مقام الكمل، هناك من يستدل بالخلق على الخالق، هذا مثل التدرج كما نعني، ده عروج. ثم في التعود تقديم الدرء، يعني الدرء مقدم على الجلب، درء المفاسد والمقابح مقدم على جلب المصالح، بسم الله تمكنك من فعل الخيرات. التعود يضرع عنك الصوارف والقواطع، فالدرء مقدم، وله قدمت الاستعادة على البسم الله، مش اللي شرفها وإنما لي هذا اللون ما يوالي الفعل، الدرء نكتهك هي أيضا. ثم قالوا إن للإنسان عدوين،
إن الإنسان عدوين، عدو ظاهر هو الذي مماثله، وعدو باطن هو عدو شياطين الجن الذين يغرونه، وعليه مقاومتهما معا الظاهر والباطن. انتبه إلى المدد المختلف، حين تقاوم العدو الظاهر يكون مددك الملك، يولدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة، لكن حين تقاوم العدو الباطن الخفي يكون مددك من الملك ماشي من الملك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، في آية الاستعاذة إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلوا. هذه إذن تسبب أن تكون نكتة، نكتة ترتبط بقول الله فتعب. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. الاستعاذة من الكلم الطيب، كلمة بسم الله، كلمات الطيبات، فهي صاعدة إلى الله، ولكن الذي يرفعها العمل الصالح. والمراد هنا بالعمل عمل القلب، وهو ذيك التعلقات اللي قلت لكم، صدق الالتجاء، حرارة الطلب، والعلم بالعلوم التي قلنا ضرورية لتحقيق التعلق في الاستعادة، والتسبب في الاستعانة، لأن الاستعادة طلب والاستعانة أخذ بالسبب. انتبه أيضا لهذا اللون من لون الفرق، لحظة أيضا ملاحظ جوامع والقواصع أو المشترك والخاص. أيضا في صمت بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ذكر الأسماء الثلاثة، قد يكون الثلاثة لأن المخاطبون بها ثلاثة أصلا، سابق بالخيرات ومقتصد وظالم لنفسه، فالله للسابقين والرحمن للمقتصرين والرحيم للمقصرين، ترغيب لهم لكي يعودوا ويتوبوا ويفيقوا. فجاء ثلاثيات التسمية لثلاثيات المخاطب مراعاة له لطبقات المخاطب. الله، هذا الله تعالى الكل في خاطب هذو كاملة. الله للسابقين يكرمهم بما يتناسب مع جلاله، والرحمن للمقتصدين مقتصرين الفرائض، رحمتهم تسعه تشملهم تفيض عليه، والرحيم يصل بمجده إلى هؤلاء المقصرين لكي ينتشي لهم. ولولا هذه الرحمة احنا ما تنفسنا، للرحمة الرحيم ما احنا احنا وصلنا لمقام الاقتصاد، ها مقام تقصير، ويلي كنا نقبله في مقام المقصرين. ثم لا يفوتني أن أذكر بأن ال التي سبقت في باب التعوذ، في أعوذ بالله من ال الشيطان الرجيم، الرد خمت في الشين الشمسية، فهذه ال ثم الصحيح فيها أنها ال لا للعاجي وإنما للجنس، جنس ال، لأن ال تكون عاجية وتكون جنسية وتكون كمالية وتكون من الماهية، تكون زائدة لازمة زائدة غير لازمة، تكون موصولية ما تجيء له أل، المعرفة بالعهدي وبالجنس وبالماهية، وهي ثلاثة في كل، في خصوصا في العهدي وفي الجنس. وللجنس إذا كانت للجنس حقيقة خلفتها لفظة كل في التعريف، تقول أعوذ بالله من الشيطان، أي من كل شيطان، صح هنا؟ ها تقولنا الجنسية، أي لاستغراق الأفراد لا لاستغراق الخصائص. أنت ما تتعوج من 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 كامل في الشيطان، من كل الشياطين صغروا وكبروا، أو أبوهم أو ذريته، فتتخذون أو ذريته وأولياء من دون. فقلوا أعوذ بالله من الشيطان، أي من كل شيطان متمرج. إن المهم هو هذه الصفة، كل بعيد مبعد وكل رجيم مطرد طريد، يحاول أن يجعلك في أهل الطرد وفي أهل اللعنة، أن يرجمك، أن ينبغي أن تحذر منه وتتعود بالله منه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل متمرد شيطان متمرد على الحق.
وقائم بالدوري. هذه بعض النكت التي تسمع، ومنها نكت تتصل أيضا بالمسملة، منها أن كلمة الجلالة الله، بسم الله الرحمن الرحيم، تدل على الجلال والقهر والغلبة، الله، لذلك تريد في هذه الموارد في القرآن، والتعقيب عليها بصفتين وليس بصفة واحدة، الرحمن، ومن نفس المادة الرحيم. هتتقيش لماذا؟ لماذا؟ للدلالة على غلبة الرحمة وأنها غالبة. الله تعالى يريد أن يشعرك بأنه لو كان اسم الجلالة يدل على العظمة والقهر والسلطان، فإن له صفات تدل على غلبة الرحمة، كل هذا ترغيب منه جل في علاه، هو الذي أمرنا، هو الذي شرع هذه الأشياء، هو الذي علمنا جل جلاله، نحن تنقرأ تنطلعوا. نكتة ذكرتها لبعض الإخوة جمان وكررتها سأعيدها، هنا مفيدة. بركة بسم الله في دنيا أهل الله. كان لبعض العباد قطعة غنم صغيرة يرعاها ويتعيش بها، يرتزق من حلال ويعيش ذاكرا مشبحا حيث يسرعها. ذات يوم جاءه أحد يريد أن يشرق غنمه، فماذا رأى؟ رأى عجبا أنساه ما جاء له، رأى بعض الذئاب وسط الخراف تداعبها. قال عجبا، ذهب إلى صاحبها، نسي الغنم ونسي الحرفة، وقال لصاحب الغنم وقد وجده في جهة، قال له بلغة فيها فهم، قال متى اصطلحت الذئاب والخراف؟ قال حين اصطلح صاحبها مع ربها، مع ربه، حين اصطلح صاحبها مع ربه، وفي رواية حين رعاها باسمه فأسلم له كل شيء. رعاها باسمه، هذا نكتة بركة التسمية، حين رعاها باسمه فأسلم له كل متمرد، هذه بالنسبة لها الشياطين الأغنام يعني شياطين، فأسلم له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شيطانه ولكن الله مكنني منه حتى أسلم أن قاد، فأصبح لا يأمرني إلا بخير. لا إله إلا الله، بركة الاسم، اسم الشريف. يذكرنا من نكت التي موقظة واعظة. قال شيء في ذكر الأسماء الثلاثة، الله، ذكر الله يجب الولاية، الله ولي الذين آمنوا، وذكر الرحمن يجب المحبة والمودة، الذين آمنوا سيجعل لهم الرحمن ودا. الرحمن يثمر لك الود، والرحيم يثمر لك الرأفة والرقة، كان بالمؤمنين رحيما. كل واحد من الأسماء له ثمرات يحسن بالتالي لهذه التسمية، قطاف قطافها عن كتب، وشيئا فشيئا لن تكمل الثمار، لأن هذه الغراس، غراس الجنة هناك، وغراس لمعاني الإيمان هنا، حيث الربيع، يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، يعني القلب أرض والقرآن ربيعه، والقرآن يوم تقول القرآن أخلاق القرآن، هذه معنى الله ولي الذين آمنوا، فخذ من جلاله ولايته، من رحمته ثمرته ودا، ومن رحيميته رأفته وعنايته وحمايته وتحسينه للمرتبط به والمتصل به. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.